مساء الخير حضرات السيدة والسادة، زملاتي وزملائي العزيزات والأعزاء، الحضور الكريم، يسعدني أن أستقبلكم في دار الكتب الوطنية لنحيي معا ذكرى المرحوم الشيخ جمال الدين شعيب المتوفى في آخر سنة 2012. كان الشيخ عالما متخصصا في أصول الفقه، وإماما خطيبا، وأستاذا بكلية الشريعة وأصول الدين، وعضوا للمجلس الإسلامي الأعلى التونسي، وعضوا بمجلس الفقه الإسلامي، وعضوا بمجلس النواب، ومفتيا للديار التونسية. ولقد سبق إدارة الكتب الوطنية أن نظمت 400 الفقيد منذ 7 سنوات، محاولة منها إيفاءه حقه عالما جليلا ومدافعا أمينا عن الإسلام البعيد عن العنف. لكن الشيخ قرر إهداء خزينة كتبه إلى مؤسستنا، وبما أن ونحن أقررنا منذ سنتين بروتوكولا محددا في التعامل مع النبلاء الكرام الذين وهبونا مكتبات خاصة. يتمثل هذا البروتوكول أولا في إعداد فهرس للمكتبة الخاصة، فهرس للمطبوعات وفهرس للمخطوطات، وهذا ما فعلنا بالنسبة إلى مكتبتي المرحوم الشيخ جمال الدين شعيب. وكذلك نمد هذا الفهرس نمد به صاحب الهدية أو ورثته، ويكون في نفس الوقت من إصدارات المكتبة وله ترقيم دولي. ونعد أيضا سيرة علمية للوالد لودوناتور موثوقة ننشرها في موقعنا على شبكة الإنترنت وفي موسوعة ويكيبيديا، وننظم أيضا حفلا لتقديم المكتبة وصاحبها ولتقديم بعض الشهادات، وهذا ما جعلنا نجري هذا البروتوكول على الشيخ المرحوم جمال الدين شعيب. وفلسفة سياسة المكتبة في هذا البروتوكول تقوم على ما يلي: أولا، نريد أن ننشر ثقافة الاعتراف بالجميل مقابل الجحود والنكران، وثقافة المحبة مقابل الحقد، لا سيما أن بلادنا قد عرفت بهذا الجحود منذ هنبار إلى خير الدين مرورا بابن خلدون وحتى بورفيريو. ثانيا، نريد أن نساهم على نحو من الإنحاء في إرساء عدالة انتقالية من نوع آخر ذات طابع ثقافي ورمزي، بالاعتراف بكل من خدم هذا الوطن مهما كان اتجاهه السياسي أو الفكري. ففي هذه القاعدة التي أطلقنا عليها منذ سنتين اسم الخالد طاهر الحداد، احتفلنا بتكريم الشيخ منصف المستيري والعالم والمحقق والمؤرخ الحبيب رهيلة. وكانت أجواء الاحتفال مؤثرة لأن فيها الكثير من رد الاعتبار ومن الإنصاف خارج مسار العدالة الانتقالية الذي تعرفونه. ثالثا، نريد أن نساهم في التعريف بالأعلام التونسيين وفي إعداد المداخل الاستنادية المتعلقة بالكتاب، وقد اتخذنا مؤخرا قرارا بالتنسيق مع إخواننا في الجزائر والمغرب للعمل على نطاق مغربي وللتعاون في المجال البيبليوغرافي. رابعا، نحاول طمأنة الواهب وورثته على مصير الكتب المهدية. ويسعدني أن أعلمكم بأن نسبة الكتب المسروقة تضاءلت في المكتب بفضل اعتماد التقنيات الحديثة التي منها الكاميرا الموجودة في كل مكان، وبفضل اعتماد مضاد السرقة لونتيفول على الكتب المتاحة،
وبفضله كذلك بفضل امانتي الاعوان وغيرتهم بصفه عامه على التراث المحفوظ الذي تضمه هذه المباني الضخمه التي هي احدى مفاخر الدوله التونسيه حسب رايي. هكذا اذا نلتقي لنحيي ذكرى الشيخ وذكراه ولنقدم فهرسين، احدهما للمطبوعات والاخر للمخطوطات التي خصنا بها وهي تفوق المئه، وهو ما يمثل في الحقيقه ثروه طائله لا تقدر بثمن اضافه الى قيمتها الرمزيه. وعندما اقول خصنا بها فانا اعني انه خص بها هذه المؤسسه العريقه، واعني انه خص بها الباحثين من الاجيال الراهنه والاجيال القادمه، واعني انه اعتبر كل ابناء تونس وبناتها ورثه له. هذا هو المعنى، معنى ان يعطي الانسان مكتبته الى مكتبه وطنيه او حتى مكتبه عموميه. يعني انه اعتبر ابناء تونس وبناتها ورثه له على نحو ما، وجديرين بهذه الكنوز التي جمعها طيله حياته. انه تجل من تجليات النبل ومحبه الاوطان في الوقت نفسه. تحيه متجدده لروح الشيخ كمال الدين شعيب، وشكرا جزيلا لاسرتي التي حرصت على تنفيذ وصيتي وتعاونت مع المكتب على احسن وجه لاعداد هذا الحفل، وشكر خاص للصديقة رابعة بن عاشور طبعا، وشكرا ايضا للسيد خالد لسرم على تفضله باعداد سيرة ذاتية للشيخ نزلناها في موقع المكتب على الانترنت، وسنحاول ايضا تنزيلها في موسوعة ويكيبيديا لم نجد له سيرة منشورة. وشكرا جزيلا لأعوان مصلحة الفهرسة وأعوان مصلحة المخطوطات على حرصهما على إعداد الفهرسين في وقت قياسي، وشكرا لجميعكم على الحضور. أحيل الكلمة الآن إلى السيدة فاطمة العايد رئيسة مصلحة الفهرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة المديرة العامة لدار الكتب الوطنية، السيد رافع بن عاشور، السيد خالد بشير، السيدات والسادة الحضور، مرحبا بكم معنا في دار الكتب الوطنية في هذه الأمسية في أول لقاء لسنة 2018، وأتمنى لكم سنة إدارية جديدة سعيدة وموفقة. في الحقيقة هذه هي المرة الثانية التي يقع استدعائي جنبا لجنب مع السيدة رجاء بن سلامة والسيد خالد بشير لتقديم فهرس مطبوعات مكتبة خاصة. ومن محاسن الصدف أن يكون تكون الشخصيتين يعني في السابق في شهر سبتمبر السيد الحبيب الهيلة، وفي شهر جانفي المرحوم كمال الدين جعيد، أن يكون الشخصيتين من الزيتونيين يعني الحديثيين، وأنا شخصيا أعتز بهذا الشق من الزيتونيين باعتباري أيضا حفيدة شيخ زيتوني جدي للأم يعني المرحوم عمار عاشور هو شيخ زيتوني، فهذه من محاسن الصدف. ككل أثر يقع التقديم هناك الشخصية من يتولى ترجمة الشخصية، وهناك من يتولى تقديم الفهرس، ونصيبي أنا أن أقدم هذا الفهرس المطبوع الخاص بمكتبة المرحوم الشيخ كمال الدين جعيد. هذا الفهرس هو ما يميزه عن بقية الفهارس، وكما ورد في مقدمته هو باكورة ثلاثية الأبعاد، بمعنى أننا افتتحنا به السنة الإدارية الجديدة كإصدار أولي لدار الكتب الوطنية، هذا البعد الأول.
البعد الثاني، هذه التظاهرة الثقافية هي الأولى أيضاً، هي الافتتاحية لسنة 2018. والبعد الأهم هو الشكل الجديد الذي اكتساه هذا الفهرس، إذ وقع إسناد اسم سلسلة له، أسميناها سلسلة المكتب، سلسلة فهارس دار الكتب الوطنية، والسلسلة الفرعية هي سلسلة المكتبات الخاصة، وأسندنا له أرقاما دولية خاصة بالكتب وبالسلاسل، وهذا بفعل تشجيع يعني السيدة رجاء بن سلامة وإحاطتها و يعني تأثيرها لدفع عجلة احترام التقنين داخل الدار إن شاء الله. وسيودع هذا الفهرس في رصيد دار الكتب الوطنية. هو فهرس يشتمل على 852 تسجيلة بيبليوغرافية، أي 852 عنوان، هو وثق ل 852 عنوان أهداها لنا الشيخ، منها 847 عنوانا باللغة العربية وخمسة عناوين باللغة الأجنبية. وهذا دل على شيء، ورغم يعني قلة العناوين إلا أنه يدل على اطلاع الشيخ يعني على بقية اللغات. من جملة هذه الكتب هناك 210 عنوانا جديدا، أي ربع الرصيد المهدد، 25% من الرصيد هو كتب جديدة قدمها وبصفة مجانية إثراء لرصيد الدار. والباقي من الكتب هو إما يعني من المكررات أو المكررات في نسخة في طبعة أخرى، يعني لدينا العنوان لكن ما ورد في رصيد الشيخ هو في نسخة أخرى، وقعت معالجتها وفق التقنين الدولية المعمول بها البيبليوغرافية، وسوف لن أطيل يعني في هذه التقنينات التي ربما لا كائدة من ذكرها، قد وردت في المقدمة. بالمناسبة أترحم على روح الشيخ الفقيد، وأتقدم إلى عائلته بجزيل الشكر على هذه البادرة الطيبة. وكما يقال يعني في أمثالنا العربية التونسية المعروفة، هناك مثل يقال اللي خلف من بيت ما مات، وشيخنا قد خلف 11 مليون تونسي أهداهم رصيده، وبالتالي كل أحد يطلع على هذا الرصيد سيترحم على الشيخ. وشكرا لك. الحمد لله المقسم بالقرطاس والقلم ومعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي آتيته جوامع الكلم فصار أفصح الناس في الأمم، وعلى آله وأصحابه أولي الهمم. وبعد، فمرحبا بالسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العمل الذي قمنا به وقدمناه سنتطرق فيه لاحقا إن شاء الله، ولكن نريد أن نقدم كلمة فيما يخص المخطوط. المخطوطات هي ذاكرة العالم، وهي كتب نادرة من نوعها وما فيها. إن تلف الكتاب المطبوع فإنك تستطيع أن تعوضه وأن تجد بدلا له، سواء طبع في أي بلد كان، فإذا ما طبع لا نخشى عليه من الضياع. أما الكتاب الذي هو مخطوط وخط باليمين فإنك نادرا أن تعوضه إذا ما تلف منه. فقيمة المخطوطات لا تقدر بمال. فقلت فهذا عمل نقدمه تكريما لروح الفقيد معالي الشيخ المرحوم كمال الدين جعيط، سليل الأكابر والمحتد، تخليدا لذكراه. فكل الناس منقطع ومنسي بعد وضعه في الرمس، إلا من خلد ذكراه بعلم يبثه في الناس أو كتاب ينتفع به، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم بثه في صدور الرجال، أو صدقة جارية. رواه مسلم في صحيحه. وقلت وقد جرت عادة أهل الخير عموما وأهل العلم خصوصا التبرع بما جادت به قرائح عقولهم النيرة، وهذا العمل المتواضع الذي نقدمه بين يدي القارئ هو نتاج هدية قيمة
لا تقدر بمال إذا ما قدرت. فقد أكب عليه إخواني أبناء مصلحة المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس لفهرستها وإخراجها في كتاب كما ترونه بين أيديكم، مع المدة القصيرة التي حددت بيوم التكريم يوم الجمعة 5 جانفي 2018 من هذا العام. فقد اشتمل العمل على فهرسة جميع المخطوطات المهداة، وهي تناهز 100 مخطوط، 104 مجلد، جاءت في 138 عنوان، بها 8 من المجاميع، مجموع فيه 18 رسالة، ومجموع فيه 11، ومجموع فيه 2 ولا يزيد، يعني برشة 2 3 أو 4 والباقي 11 و18. مجموع العناوين 138 عنوان. على نمط ففهرسناها على نمط الفهرسة العلمية، فلم نأل جهدا من إعواز المؤلف لمؤلف، مع ذكر اسمه كاملا وتأريخ ولادته ووفاته حسب ما في المصادر والمراجع التي بين أيدينا، وذكرنا جملا من أوله وجملا من آخره، كما وصفنا المخطوط وصفا ماديا لعدد أوراقه ومقاسه وخطوطه وأسطوره، وذكرنا رسائله وفوائده وحواشيه إن وجدناها في المخطوط. مرات يحطك تعقيب عن المخطوط بالهوامش. كما قمنا بتعريف الشيخان، ذكرت الشيخ محمد العزيز إشعيط رحمه الله، ترجمنا له وعدلنا حسب ما ترجم له محمد محفوظ في تراجم المؤلفين التونسيين، وذكرنا مؤلفاته. ثم ذكرنا الشيخ كمال الدين إشعيط كما وجدنا بعد البحث، ترجم له وتجدونه في طي الكتاب. كما قمنا بتعريف الشيخين بدءا بالمنعم الشيخ الإسلام سيدي محمد العزيز جعيل، ثم بابنه المتبرع سماحة الشيخ المفتي كمال الدين جعيل، ووضعنا التعريف بهما في أول الكتاب. كما قمنا بعنوانة بعض الوثائق التي وقعت بين أيدينا سابقا فجعلناها في آخر الكتاب، عسى أن نكمل ما وصلنا من وثائق ألحقت مؤخرا بمصلحة المخطوطات، وإننا نضع للفهرسة كشافا هجائيا بآخر العناوين والمؤلفين والناسخين، آملين أن نرجيه لاحقا مع التسلسل الرقمي لفهرسة المخطوطات. وهذه الفريق اللي قام بهذا العمل نشكرهم، أبناء المخطوطات حياة العبدلي، جمال الزمالي، حنان بن عمر، هدى الخيالي، لمية بشحام، نميم مادني، أحمد بن عمارة، والعبد الفقير الذي أمام بين أيديكم. فكان الكتاب ثمرة هذا الجهد الجهيد، وإني أشكر فريق العمل، فقد أحسنوا فيشكروا على ما بذلوه، فبارك الله فيهم. إن وجدتم التقصير فمني، وإن رأيتم الكمال فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لنا. إذا وجدتم العنوان بين معقوفتين فهو من وضع المفهرس، لأن فبحثنا عن عنوان الكتاب فلم نجده، ربما يكون مبتور الأول، ربما يكون مبتور الأه، فلم نستطع أن نهتدي إليه رغم جهدنا في البحث عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى، وشكرا على هذه السنة الحميدة التي ذأبت عليها دار الكتب الوطنية تحت إدارتك. طالعي هذه المحاولة المتواضعة لوضع سيرة علمية للشيخ كمال الدين إشعيط، أود أن أترحم أتقدم بتحية على إلى روحي الشيخ، تحية إكبار وتقدير. إذا سأحاول ربما أن أواصل ما بدأ فيه الزملاء حول الرصيد الذي أهداه الشيخ كمال الدين إشعيط لدار الكتب الوطنية، وأركز على نشاطه العلمي أو ما تركه من نصوص ومؤلفات وهي متنوعة. هنالك المقالات، وهنالك الخطب الجمعية، وهنالك الفتاوى. إذا 3 أصناف من الأدبيات أود أن أقف عند البعض منها كنماذج على ما أنتجه الشيخ. وفي البداية أود أن أحدد موقع أو منزلة الشيخ في البلاد التونسية في القرن 20، إذا اعتبرنا تعداد وتقدير الطبقات كما كان يذهب العلماء فيما سبق.
هو في اعتقادي ينتمي إلى الطبقة الأخيرة، أو هو خاتمة عقد للطلبة الزيتونيين الذين تتلمذوا في الزيتونة ثم درسوا في الزيتونة، وقد استفاد كما ذكر استفاد الشيخ كمال الدين من وسطه العائلي حيث تكون، وقد مثل الشيخ محمد علي جعيد والده المثال والقدوة للابن، فقد كان الوحيد الذي اختار طريق والده، إذ اختار العلم ميدانا فكان هواءه الذي يتنفس، والتدريس مهنة وشغلا فكان هواء. باشر الشيخ على السليقة والفطرة ربما التدريس كما قلت كما كان هواء داخل جامعة زيتونة ثم في المعاهد الثانوية ومدرسة ترشيح المعلمين. وهنا أريد أن أتوقف لحظة لأتحدث عما كان يسميه العلماء المحنة، فقد امتحن الشيخ كالعديد من أبناء جيله والذين تلوهم، امتحن لأن النظام السياسي غلاة الاستقلال تشفى اجتماعيا وثقافيا من أساطين العلم والمعرفة والثقافة في جامع الزيتونة، تمثل الامتحان الذي أعنيه في اعتبرها بين ظفرين في إلحاقه بالمعاهد الثانوية ومكابدة الضيم في قاعات درس مغايرة لما عاهده مدرسو الزيتونة فضائيا وترتيبيا ومعنويا، مع الملاحظ أن طبقة الشيخ كمال الدين انخرطت في سيرورة المطالبة لإصلاح التعليم قلبا وقالبا، ناهيك التوفيق في بناء الكلية الزيتونية على مشارف القصبة والتي أدمجت ضمن النظام الجديد غدا الاستقلال تحت عنوان الجامعة التونسية في شارع 9 أبريل. كلية العلوم الإنسانية حاليا هي من إنجاز الزيتونيين شيوخا وطلبة. إذا انتمى الشيخ لهذه النخبة وكان بين عناصرها الذين صبروا وصابروا ورابطوا وأوفوا بالعهد ذودا عن الزيتونة في حلتها الجديدة، مجاريا والده وصهره الشيخ محمد ثار بن عاشور ليتولى التدريس في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بما توفر لديهم وما أهلهم أو ما كان لديهم من مؤهلات علمية، خلافا لما يدعيه البعض اليوم من أن الجمهورية قضت نهائيا على الزيتونة. هنالك أخطاء تاريخية ولكن النظام السياسي لم يقضي على الزيتونة، تواصلت كلية والآن بشكل جامعة. ثم تولى علامات الهامة الفارقة في حياته في 98، لا أعرف هو عند التفاصيل هي موجودة في الكتيب الموزع، 98 فما أعتقد تولى الإفتاء، وكان يمضي منذ حين الزميلة رجاء قالت مفتي الديار التونسية، هو تعبير قديم ولكن هو بإمضائه وطابعه وخدمه يقول مفتي الجمهورية التونسية، إذن هو من الناس الذين انخرطوا تماما في نظام الجمهورية وفي الحداثة. لأن رغم الصعوبات ودقة الظرفية السياسية المتميزة بتتبع المعارضين لنظام الحكم باسم الإسلام ومحاكمتهم وزجيبهم في غياهب السجون، صان الشيخ قدرة واتخذ المسافة التي ارتأها لازمة لتحمل مسؤولية الإفتاء الخطيرة، فقد كان يخشى ربه في السر والعلن قبل أن يخشى ما قد يقال عنه فيمس بصورته، لقد كان من الذين لا يخشون في الله لومة لائم. سأحاول أن أبين هذا من بعض النصوص التي انتقيتها. وبحكم تكويني المتخصص أما المصلين وخطب فيهم في عدة جوامع، جامع الحلب ثم جامع قرطاج ثم في مسقط رأسه المرسى بجامعي سيدي عبد العزيز والجامع الأحمر، وقد كانت خطبه حسب قرأت بعض منها كانت معاني خطبه الجمعية عميقة وأنيقة في آن، فقد كان السجع فيها توقيعا على عمق المعنى وعشقا لوقع اللغة فيه وصدا
لرنات الحروف، لأنه كان له شغف كبير، وهذا يذكر بشيخه الشيخ محمد طاهر بن عاشور الذي كان من أكبر المختصين في اللغة العربية، وهذا ما ينساه ويتنساه البعض، له دقة ورقة كبرى إزاء اللغة. وفي هذا الصدد أود دون إطالة أن أشير إلى هذه الاهتمامات وهذا الشغف وكيف تكون لديه. فاهتمامه بالنفع ورفع الجهد والتعليم يمكن استجلاؤه من أحد أهم خياراته المرتبطة بتكوينه، فحين أجرى مناظرة الدخول إلى جامعة الزيتونة تم اختباره في النحو بنجاح على الأجر 100 وابن عاشر، وذلك سنة 38. ولا أذكر بأن الشارع قبل أن يكون الشيخ كمال الدين جعيد التحق بالزيتونة في سن متقدمة نسبيا، إذا أجرى مناظرتين متتاليتين، ومن حسن فعل الذي اختار هاتين الصورتين من سجن الطالب، لأن فيها يمكن أن نحبر حولها مقالات الصفحتين هذه بالصورة وغيره، دخلت الصورة الفوتوغرافية في جامعة الزيتونة. ثم في السنة الموالية امتحن على لامية الأفعال بالمالك الأندلسي، إذن اختصاص كبير في النحو، ثم الجوهرة وقطر النداء. وبعد إذن مضي سنوات، هذا المهم بالنسبة لي، نجده يشرف على رسالة عصرية في التصريف، نوع من المانوال شبيه بمعاجم التصريف في اللغات الغربية، اللغوز لكونفليزون وغيره، هو بالإنجاز أو تحت إشراف الشيخ كمال الدين، وهذا كتاب المرة مرور الكرام، اسمه المنجد في التصريف، فيه 7000 فعل لعبد السلام بن عامر أشرف عليه ونشر عام 90. وكنت أود أن أقترح عليكم البث هاتين الصورتين، مع الأسف لم أتمكن من تصويرهما لأنها تبين النقلة التي حصلت في الزيتونة أو في نظام التعليم الزيتوني في أواخر الثلاثينات، إدخال حتى الطابع مع تربح أو توفيرا على الشيوخ أنه يحرروا كل مرة الامتحانات، عملوا طابع ويسجلون في رقم الحصص، إذا نظام المواظبة الدقيق في الحضور والغيابات. أنتقل الآن إذا كان سمحت سيدة الرئيسة، إذا كان سمحت، ونعيش الوقت ربما لا يسمح، بأن أغوص نوعا ما في بعض كتابات أو مؤلفات شيخ كمال، وقد اخترت في هذا المستوى المنهج الإحصائي ثم التحليل للإنتاج العلمي والفقهي للشيخ كمال الدين جعيط على مستويين يلتقيان رغم ظاهر اختلافهما، معتمدين فرضية التقييم مفادها أن الرجل واكب عصر سواء كمثقف مدرس أو كفقيه متحمل لمسؤوليات ووظائف دينية جمة، وذلك في شكل فتاوى أو فصول أثرى بها رصيد مجلة الهداية التي ذهب على نشر فيها. فمثلت بالنسبة إليه منبر ينضاف إلى المنبر المادي الذي كان يعتريه أيام الجمعة. لقد سلك مسيرته غير عائب بالناقدين أو المناوئين، واخترت هنا قول له في أحد مقالاتي يقول: فالعاقل لا يستوحش طريق الهدى من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين التاركين للدين. لأنه هو يتموقع بدقة وبذكاء في إحدى نصوصه. وإذا قمنا بالتقدير الإحصائي، ربما هذا حصيل 7 حسب ما توفر في هذه المطبوعة لدار الكتب الوطنية، 87 مقال و 37 فتوى، والتقرير أمدتنا به زميلتنا وصديقتنا رابعة بن عاشور. في هذه النصوص أو من أهم النصوص التي توقفت عندها والخطب الجمعية والفتاوى، ركزت على تلك المرتبطة بالظرفية السياسية أو الاجتماعية الثقافية التي مرت بها البلاد منذ 1987 إلى سنة 2011 حتى لا أقول شيئاً آخر. لاحظت عام 88 يبدأ ظهور الشيخ كمال الدين بعد المحنة التي تحدثت عنها، يبدأ في تؤده ويبرز له نص في عام 88
وقالوا طريف جدا ومعبر لأبلغ الحدود، طلبوا السلامة عام 88 طلبوا السلامة مستلهما من حديث نبوي. ثم في 92 مقال مهم بالذات وما تغير في السياسة، الإسلام والاعتدال، وفيه حكم وأمثال عميقة جدا. ثم في 93 فيها أيضا الصعبة، وفي خطبة إحدى خطب الجمعة تحدث عن حقوق الإنسان في الإسلام، وكان فيها خطاب وجه وعميق لكنه مضمر إلى السلطة السياسية حيث أخذ مسافة منها. ثم له نص مهم جدا، الإصلاح والتجديد، وكيف يعتبره من إنجاز العلماء. في الفتاوى اخترت وتوقفت عند فتوى التبرع بالأعضاء البشرية، ثم فتوى حول العملية الجراحية. سيقولي حتى الشيخ أسلام لطيفة أيضا أفتى فتوى في هذا الاتجاه. ثم الاقتراض من البنك، ثم الزواج بأجنبية. قلت بالنسبة دون إطالة سأكتفي ربما بطلب السلامة هذا عام 88، إذا بعد انتهاء ربما يعتبره الشيخ كمال الدين المحنة، يظهر بعد فترة طويلة إذا من الصبر من الصمت والصبر، وهو نص مؤثر رغم صبغته الحجاجية دفاعا عن التعليم الديني. فقد كتب هذا المقال ضد من ابتعدوا عن مكارم الأخلاق، ونادوا بانفكاك الدين عن الدولة، ونادوا للائكية، وعقدوا لذلك المجامع وحفلوا المحافل، ونادوا بالتعلق، وهنا كلمات اختارها، بالتربية العقلانية اللادينية، اختار الكلمات. ثم يقول يضيف وبذروا أباطيلهم، موقفوا هذا في رؤوس من حرم، أو المشكلة موقعه من حرم العلوم الدينية ورموا المتمسك بالدين بالجمود والتأخر. هنا مرة أخرى يتموقع الشيخ جعيف بكل وضوح. أمر إلى أدخل في التفاصيل النصوص الأخرى، ولكن أكمل بالتعرف إلى مقال إلى تقرير قدمه الشيخ كمال الدين جعيف أثناء الدورة 14 بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بالدوحة في جوان 2003. ذا الموقع لنقل في مازال في السلطة أو قريب من السلطة من الناحية السياسية. هذا نص حول العولمة، تقرير عنده حول العالم، آية في الدقة. ومنذ هنا الحس الزيتوني التونسي منذ سطور الثمانية الأولى في هذا التقرير الطويل الضافي، الشيخ جعيل يحصر مجاله الثقافي الفكري بالإحالة على عالمين تونسيين، ويربط بينهما بآية قرآنية، أعني ابن خلدون وشيخ طارق بن عاشور، حول نظرية التطور العمراني لابن خلدون. يقول هذا التطور هو حقيقة جوهرية شاخصة كشف عنها القرآن، وهذا هو معنى لا يختزل منطق التحليل والتفكير عند الزوال. ثم يقول أما الشيخ بن عاشور، اعتبرت أن الشيخ بن عاشور طاهر بن عاشور أسعفه بتفسير الآية موضوع المقدمة، وهي الآية 34 من سورة الأعراف، ولكل أمة أجل، ويعتبر أن هذا يخص حسب الشيخ طاهر بن عاشور ما يعتري الأمم من الأحوال المتقلبة، هو الاستشهاد بأحداث التاريخ في قياس الحاضر على الماضي. وأذكر أن هذا ألقي أو قدم في الدوحة أمام علماء المسلمين. ثم بعد ذلك تولى تعريف النظام العالمي أو العولمة، وسأصل لهذا والذروة، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي مكرراً بأهمية التجمعات والكتل الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويقول الكلام هنا له، ومن نتيجة انهيار القطبية الثنائية وانقضاء زمن الحرب الباردة، تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة العالمية كقوة عظمى تملي سياساتها الجديدة وتطوي تحت جناحها بواسطة الآلة الرهيبة التي تمتلكها والمسمات بالعولمة. يعرف العولمة معنى أنها آلة في يد الولايات المتحدة الأمريكية تمتلكها والمسمات بالعولمة،
وتضع تحت جناحها كل شعوب العالم قسما واختيارا. هو عصر جديد نعيش من الاستعمار تنزاح به الحدود الجغرافية، ثم يصل إلى مبتغاه. يقول إن المسلمين اليوم يقعون من هذا التغيير موقعا نائيا عن كل فعل أو تأثير أو مشاركة، ومواجهة التحديات اليوم غير ممكن، وهذا كلام، ما لم تنهض الشعوب الإسلامية. ولا يتحدث عن دول الشعوب الإسلامية لتحديث بناها الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتجاوز تناقضاتها، جملة اعتراضية، وما أكثرها من عذر، ويلزمها حسن توظيف الإمكانيات الهائلة التي توفر عليها بشريا طبيعيا ثقافيا، الذي أكثر على هذه الثروة إذا عمدت بكل دول الإرادات السياسية إلى فك القيود وإزالة العقبات وإتاحة متنفس هائل من الحرية والديمقراطية كشرط لتوليد التقارب. أعتذر إن كنت أطلت، أختم فأقول قد كان الشيخ كمال الدين كامل التربية والتدين وقرة عين والده، الذي اختار له من الأسماء كمالا للدين، فتحمل المسؤولية كاملة، فكمل عهدا أقدر والده على نفسه في الذود عن شعائر الملة. وأتصور شعور الشيخ محمد العزيز وأحاسيسه لو أدرك اكتمال مناه بقرة عينه كمال الدين مفتيا للديار التونسية، أو لم يهيئه لذلك. وشكرا. يجب أن نتحدث فيما أعتقد عن هذه المواضيع، وأن من باب واجب الذاكرة، واجب البحث في الذاكرة. وكما قلت أقترح دائما أن يكون لمسار العدالة الانتقالية المعروف مسار موازي ثقافي تاريخي نقوم به نحن في هذه الأطر العلمية والثقافية. الكلمة الآن للأستاذ رفعة المشهور. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، حضرات الأساتذة الأجلاء، سيداتي سادتي، في أعقاب هذا الموكب العلمي المقام في رحاب هذه المؤسسة المجيدة دار الكتب الوطنية ببادرة محمودة من مديرتها العامة الأستاذة الدكتورة رجاء بن سلامة، بمناسبة الانتهاء من الفهارس التفصيلية لخزانة كتب الشيخ كمال الدين بن محمد العزيز بن يوسف الجعيد رحمهم الله تعالى جميعا، وإحياء للذكرى الخامسة لوفاة صاحب الفضيلة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ العالم الجليل كمال الدين جعيد، تخليدا لذكراه واعترافا بجميله على عموم الباحثين المترددين على هذه الدار الخاصة، وعلى ما أسداه خلال حياته المباركة من جليل الخدمات للبلاد ولأبنائه من طلبة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين والمعهد الإعدادي بحلق الواد، والمصلين وراءه والمستفتين له عامة. لا أجد أحسن وأبلغ مما تستهل به كلمة الشكر والامتنان هذا من الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث يختزل كل ما قيل اليوم وما قيل في مناسبات مماثلة سابقة عن حياة فقيدنا الشيخ كمال. فمنذ وفاته منذ 5 سنين مضت، أي منذ اليوم 23 من شهر ديسمبر من سنة 2012، عن سن تجاوزت 90 سنة، لم ينقطع أبدا ذكر الشيخ الجليل، وما زال الحديث يدور حوله وحول مناقبه وحول أخلاقه وحول أعماله وحول علمه،
وما زال حيا بيننا بجسم لا وما زال وما زال حيا بيننا لا بجسمه ولكن بفكره وبحديثه وبآثاره. فالراحل العزيز وهب قبل مماته كل مكتبته بما احتوت عليه من كتب مخطوطة ومطبوعات ومجلات ووثائق شخصية إلى دار الكتب الوطنية بدون أي استثناء، كما يقول هو بنفسه كصدقة جارية لوجه الله سبحانه وتعالى، لينتفع بها طلاب العلم والباحثون من تونس والخارج، وذلك حسب ما جاء في الرسالة التي وجهها في 14 أكتوبر 2000 إلى وزير الثقافة آنذاك، أي أقل من 3 أشهر قبل مفارقته الحياة. وقد ألح رحمه الله برًا بوالده وبرًا بجده أن يحمل هذا الرصيد اسمه واسم المنعم المبرور والده شيخ الإسلام وأول مفتي للديار التونسية بعد الاستقلال محمد العزيز جعيد طيب الله فرح، واسم جده للأبي الوزير الأكبر الطيب الذكر يوسف جعيد، على اعتبار أن مجموعة الكتب والوثائق المهداة هي تراكم لما جمعه الجد والوالد وأتمهما وأثراهما الحفيد والابن. ورغم أن الفقيد عند قيامه بهذه الهبة لم يكن يرجو جزاء ولا شكورا، وإنما أقدم على ذلك إيمانا وورعا واحتسابا، وبذلك الصنيع فاز بما ذكره الرسول الأكرم من عدم انقطاع الذكر. وما اجتماعنا اليوم إلا دليل قاطع على تواصل ذكره، فالكل يذكر بهذا الفعل، فالكل يذكر هذا الفعل الحسن ويقدره ويدعو لمن قام به بالرحمة وحسن القبول والجزاء الأوفى. لكن فقيدنا لم يخلف لنا هذه الصدقة الجارية فحسب، بل زرع طول حياته منذ تحصله على صفة المدرس بالجامع الأعظم وفروعه علما نافعا كثيرا، سواء في الفقه وأصوله أو في العربية وقواعدها أو في الأخلاق وصفاتها. ولعل أبرز ما يمكن أن نذكره في هذا الصدد زيادة على ما أنجز من جمع لمؤلفات والده ونشرها ومن كتابة مقالات لم يخل منها عدد من مجلة الهداية، أو من أبحاث قدمها خلال مشاركاته العديدة في مؤتمرات دولية خاصة بمجمع الفقه الإسلامي بجدة الذي كان يشرف عليه قرينه وصاحبه صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن خوجة، أو ما أصدر من الفتاوي عندما توليه الفتية. وبهذه المناسبة نطلب من صاحب الفضيلة سماحة الشيخ سيدي عثمان بطيخ ليتفضل بإعطاء الإذن لمصالح دار الإفتاء بنشرها في كتاب يتولى فضيلته تقديمه، أو ما ألقي من خطب جمع أو ما ألقى من خطب جمعية مخطوطة موجودة ضمن هذا الرصيد. كم نتمنى لو تبادر دار الكتب الوطنية بنشرها لتكون نبراسا تستحملها وزارة الشؤون الدينية لتكوين الخطباء وتلقينهم آداب الخطبة المنبرية التي بادت تنتثر شيئا فشيئا. وزيادة على كل هذا التراث العلمي لا يمكن أن نتغاضى عن تلك الوصية العلمية الخالدة، ميثاق علماء تونس، فقد حرص أسابيع محدودات قبل الوفاة وأياما إثر فقدانه شريكة عمره على نشر هذه الوثيقة العربية بالفرنسية، وطلب من حفيده للأخت الأستاذ عياض بن عاشور أن يقوم بترجمتها للغة الفرنسية ونشرها بجريدة لابريس حتى تعم الفائدة. وإن لم يكن ميثاق علماء تونس
من تحرير شيخنا الراحل، فقد أعد تحت إشرافه وبمتابعته، ووقع بنفسه الميثاق وختمه في الثالث من ذي الحجة من سنة 33 و400 وألف، الموافق للتاسع عشر من أكتوبر سنة 12 و2000. وقد ذكر الميثاق بالثوابت التي تميز بها التدين التونسي، وشهر بما شهدته بلادنا من حملات تشويه وتغيير للهوية، وذلك إزاء ما عاشته الساحة الدينية التونسية آنذاك من نقاشات وإطروحات وأفكار غريبة عما تعود عليه التونسيون فيما يتعلق بشؤون دينهم ومعادهم وحتى عاداتهم، وما صاحب ذلك من تفشي فتاوى وتأويلات هجينة لكتاب الله وسنة رسوله المصطفى من قبل أشخاص لا علم لهم ولا دراية لهم لا بالقرآن والحديث ولا بعلومهما ولا بالفقه وأصوله ولا باللغة وقواعدها ولا حتى بالآداب ومستلزماتها، ومن اختلاط للحاضر بالنابل وتناس لما تميز وما زال يميز الدين الإسلامي في هذه الديار التونسية الطيبة منذ فتح إفريقية وتأسيس القيروان سنة 50 للهجرة إلى يومنا هذا، كقنعة للمذهب المالكي وللعقيدة الأشعرية ولطريقة الإمام أبي القاسم الجنيد إمام القوم في مقام الإحسان وعلم التزكية والسلوك، وما عشناه من اعتداءات على أضرحة الأولياء والصالحين ومقاماتهم ونبش للقبور ومن تشكيك فيما تواتر عليه الناس منذ قرون مثل الاحتفال بمولد المصطفى عليه الصلاة والتسليم وسرد قصة مولده وإنشاد القصائد العصماء للإمام البصيري في مدح خير البرية، ومن إنكار لأداء صلاة الجمعة في بعض الجوامع وخاصة بالجامع الأعظم خلال كل الوقت الفاصل بين صلاتي الظهر والعصر، وما إلى ذلك من محاولات فرض بعض المذاهب غير السنية في بلادنا أو اتباع مذاهب تروج لها بعض الفضائيات، ومن محاولات زرع للوهاب الوهابي الذي كان نبذه التونسيون منذ القرن التاسع عشر، حيث ألف العلامة الشيخ إسماعيل التميمي كتابا مطولا سماه المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية، وتولى أيضا قاضي الجماعة الشيخ عمر المحجوب الرد على الدعوة الوهابية في رسالة مشهورة. وقد وجه الشيخ كمال الدين جعيد رحمه الله في ميثاق علماء تونس الدعوة، وأذكر إلى كل أهل تونس إلى الوعي والالتزام ونبذ التجرذم والصدام والأخذ من أهل السند المتصل على المنهج الزيتوني الحقيقي من منهله الصافي ونبعه النقي، وأنه لا يحق لأحد أن يبدل ذلك بأي حجة كانت أو يحرفه أو يأتي بما يناقضه، لأنه بذلك خالف إجماع علماء البلاد منذ أن آثره الله بنور الإسلام وإلى أن يرث الله الأرض وإلى أن يرث الأرض رب الأنام. وقد اعتبر فضيلة الشيخ عثمان بطيخ هذا الميثاق وثيقة منهجية أصيلة تمثل في ذاتها دستورا من العلماء في التشبث بهوية تونس الإسلامية، وذلك في خطبة تأبينه للراحل العزيز. ولتواصل فكر الشيخ كمال الدين جعيت وجه آخر يتمثل في دعاء أبنائه الصالحين البررة، سواء كانوا من صلبه أو من أبنائه الروحيين، وكثير منهم متواجدون اليوم وحرصوا أن يكونوا حاضرين في هذا الموكب التكريمي المجهود. هكذا جمع شيخ كمال الدين جعيد جميع الأسباب التي أشار إليها الحديث النبوي الذي استهللنا به هذه الكلمة من صدقة جارية وعلم نافع وابن بار بل أبناء بررة يدعون له، فلبى داعي ربه راضيا مرضيا. حضرات السيدات والسادة، لا يسعني ختام لهذه الكلمة إلا أن أتوجه باسم كافة أفراد أسرة الشيخ كمال الدين وأبنائه الذين ذكرتهم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة الدكتورة رجاء بن سلامة
وكافة الطاقم العامل معها، وأخص بالذكر الأستاذة فاطمة العايد والأستاذ العادل كعنيش عفوا سعيهم المبرور وعملهم المشكور على إعداد الفهارس فهارس خزانة الشيخ كمال الدين بن محمد العزيز بن يوسف الجعيد ووضعه على ذمة الباحثين. ولا أنسى أن أجدد الشكر والامتنان وإن كان غائبا للأستاذ كمال جحا المدير العام السابق لدار الكتب الوطنية الذي أشرف سنة 2012 و2000 على تلقي المكتبة من صاحبها، والذي كان قد نظم 40 شيخنا المرحوم في هذه الرحاب العلمية العامرة. وأن أثني على جميع السادة المتدخلين وأخص بالذكر الأستاذ خالد كشير لما تفضلوا به من إفادة، وأحمد لكم جميعا مسعاكم وما تجشمتم في هذه الأمسية من المشقة، وآليتم إلا أن تكونوا حاضرين في هذا الاستماع الخاشع. والله أسأل أن يتغمد الراحل العظيم بالرحمة والرضوان، وأن يسكنه فراديس الجنان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولتبقى ذكراه حاضرة أبدا ولتكون مصدر استلهام لنا جميعا. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور على هذه الكلمة المؤثرة. تحدث الأستاذ خالد كشير من وجهة نظر المؤرخ عن محنة الشيخ عندما أغلق التعليم الزيتوني بالمعنى التقليدي، ثم تحدث الأستاذ رافع عن محنة أخرى هي محنة البلاد بعد سنة في سنة 2011 ثم 2012، وقد شهدها الشيخ وكانت فيما أعتقد حلقة أخرى من حلقات دفاعي عن الإسلام الليلي، إسلام الرحمة، الإسلام الذي يسمح بالتبرع بالأعضاء، الإسلام الذي ينبذ العنف. وستبقى سنحفظ ذكر الشيخ وسنحفظ كتبه وستبقى كتبه كما أراد صدقة جارية على التونسيين وغير التونسيين من رواد المكتبة، ولكن أيضا من المبحرين على الإنترنت المطلعين على موارد هذه المكتبة. رحم الله الشيخ وشكرا على حضوركم. ندعوكم إلى حفل استقبال على تحية الذكرى في المشرق.